قلنا بعد ما خلصنا الحمد لله برنامج جنريت التوكن ونخرج التوكن اي دي، انا مش عايز ابوظ اللي احنا كنا عملناه قبل كده. احنا كان عندنا واحده بتليست للستودنتس فاكرها، بس كانت بتليست بيزد على اليوزر نيم والباسورد. انا عايز اغير الكلام ده، هاخد منها كوبي عشان يبقى عندكم نسخه من الكود مره بيشيك باليوزر نيم والباسورد ومره بيشيك بالتوكن. فانا هاجي هنا وقايل له هي ليست الستودنت، بس هخليها اي بي اي 3 ده فيرجن تاني يعني اسمه ليست الستودنت، وبيعمل مونجو دوت ايه دوت كونكت. قلت له لا مش عايز اعمل مونجو دوت كونكت. قبل ما المونجو يكونكت والله التوكن سليم، اعمل كونكت واشوف اجيب الداتا واعمل واعيش. التوكن مش سليم، ما افتحش من اساسه اصلا الموضوع من اساسه. يعني دي مش قفله اهي كونكشن ولا ايه؟ دي قفله الكونكشن. هوقف الكود كله اهو من اول هنا لغايه هنا اهو، مش عايزين كود خالص كده اهو. اد دوت جيت على اي بي اي 3 ليست السيرنس دي اهي. ايه ده؟ عشان المستخدمين هنا. ايوه اهي الكود كله واقف اكنه مش موجود. يعني من الاخر اد اللي هي اي بي اي 3 ليست السيرنس تعتبر فاضي فاضي ماشي فاضيه. عايز اشتغل على نضيف اشوف الاول نعمل كود بسيط بيشيك الدنيا تمام ولا مش تمام. تمام عايز اعديه بقى ويخش يجيب داتا ويلعب والكلام ده كله. مش تمام من اصله اوزعه اقول له احنا اسفين يا ريس من بدري. الاول اعرف فار توكن، والتوكن ده هيجي المفترض هيجي مثلا من ريكوست دوت دوت ايه. احنا كنا بنجيبه من ريكوست دوت ايه. طبعا عندنا كذا طريقه لو تفتكروا، احنا كان عندنا كذا 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 دوت هيدرز واسم ماشي دوت هيدرز. طبعا التوكن المفترض يجي لو هو جاي في هيدرز بيبقى اسمه اكس داش اكسس، ده الاسم اللي هو يعني الشهير يعني داش توكن، يبقى اسمه كده دايما اكس داش اكسس داش توكن. لو رحنا على بوست مان في الهيدرز هتلاقوا هيتحذف هنا بعدين. ماشي مش موجود هنا دلوقتي بس هيتحذف هنا بعدين ماشي. طب افترضنا راني بعته في اليو ار ال او بعته. بص ممكن تعمل حاجه جميله مثلا اقول له ريكوست. احنا خدنا ثلاث طرق في الموضوع ده، قلنا ريكوست دوت بادي، ممكن استخدم ريكوست دوت بادي دوت توكن لو هو بعته في البادي بتاعي. او شوف بقى خدت بالك انت معناها ايه، لو دي فاضيه هينقل نفسه على مين؟ على الطريقه الثانيه ان هو يجي بالريكوست دوت كويري دوت توكن. لقاها هنا ماشي، ما لقاهاش او يجيبها من الهيدرز. هيبقى عندي ايه هنا؟ بقى عندي ثلاث طرق عشان اجيب التوكن من اليوزر اللي بيطلب العنوان. اليوزر بيطلب العنوان لازم يكون باعت لي التوكن. في طرق كتير، احنا اخدنا كذا طريقه. ساعات يبعته لي ان هو كده في فورم داتا، ساعات يبعته لي هنا في البادي كجيسون، ساعات يبعته لي فوق هنا بالعنوان، هنا بالعنوان كويري، هنا اهو بالهيدرز، في البادي بريكوست دوت بادي. انا قلت له ايه ريح دماغي يا عم، ابعتها بالطريقه اللي تعجبك. ريكوست دوت بادي دوت توكن شغال هتالي، او مش فاضيه يبقى انقل نفسك على ريكوست دوت كويري دوت توكن هتالي، او هتالي من الهيدرز، هات لي من اي حته هات لي التوكن ده. اف لو كان التوكن ده كده اهو معناه ان التوكن ترو، عشان نبقى احنا فاهمين بس من غير ما اكتب اي حاجه كده. التوكن يعني التوكن قيمته موجوده. إلس معناها ان التوكن جه فولس، يعني مفيش يعني ولا لقاه في التوكن بادي ولا في التوكن كويري ولا في التوكن هيدرز. فده المفروض نزعق له ولا نعمل له اي حاجه يعني مش عارف. هقول له مثلا ريسبونس في سؤال. إلس معناها ان التوكن ما جاش، فطالما التوكن ما جاش ممكن اقول له يا ريسبونس دوت جيسون، عايزك تبعت لي جيسون جميل كده. هيبقى فيه ان في ال بم 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 سكسس شايله فولس
وهقول له مثلا مسج هقول له فيها مثلا بليز سيند ذا توكن اور جنريتد جنريتد او ريجنريتد صح يعني جنريتو او قاعد عمل جنريت فروم من ايه بقى المفروض نقول له اللي هو من خلال مين اللينك بتاع اي بي اي على اوثنتيكيشن على اوس هو ده اللي بيجنريت لك الايه بتاع انا عشان الرساله تبقى معبره يعني فروم كذا واديته الايه اليو ار ال تمام ده لو ما فيش ايه ده لو ما فيش جيسون ده لو ما فيش اصلا اس ده لو ما فيش اصلا توكن مبعوث من اساسه هنا او طبعا نعمل ريسبونس دوت اند عشان ما ممكن نعمل هنا كده برضو يعني برضو في حالة ان التوكن جه هقول له سكسس هكتب I don't know yet يعني السكسس بتاعتي انا لسه مش عارف هي سكسس ولا مش سكسس بس مجرد ان انا ببعت ايه اللي زعله عشان في سنجل كوت هنا يبقى نخليها ايه احنا اسفين خليها دبل كود يعني عملت ايه او اقول له هنا في الريسبونس نوت اند فانا كده اهو لو التوكن سليم هقول له سكسس هقول له انا مش عارف لغايه دلوقتي بس خلاص بس انا يعني في توكن هنا هقول له لا لو سمحت ما فيش توكن ماشي لمجرد بس ايه حته كده صغيره بنشيك التوكن واصل ولا ما فيش ولا ما وصلش ولا ايه اللي حصل يعني بس يعني عايزين نعرف التوكن ايه اخبار بس ونشوف تعال نتست الدنيا بتاعتنا باليو ار ال الجديد ده تعال نديله سيف از اخدت منه كوبي وقلت له انا عايز اروح على اليو ار ال ده احنا مسايفين طبعا التوكن صح اهو دخلت على اي بي اي 3 ولست ستودنتس وقلت له سيب انا مش عارف اعمل اصلا جيت بلاش نبعت اي حاجه طيب وسابني في الشارع كده قال لي لست ستودنتس دي مش هو فعلا في اي حاجه احنا مش مظبوطه طيب السيرفر قايم ولا مش قايم قايم طيب ممكن بعد اذنكم عشان اتاكد ان هو قايم اقول له كونسول دوت لوج كول تو واكتب بس ان في كولينج شغال على الاخ ده عشان انا طبعا عامل كذا فيرجن فخايف يكون في لخبطيشن في البتاع ف بعد ما عدلت اعمل كنترول سي وسهم فوق ادوس انتر اه صحيح كنا بعد ما عدلنا الكود ما كناش ردنا بنقوله جديد عشان نشوف الكود الجديد ده كلام برضو على فكره في حل للموضوع ده هعمله دلوقتي بحيث ان هو السيرفر بتاع نود اول ما نعدل الكود هو على طول ايه يرفرش ويرن بنقوله جديد من نود مون خلاص نشوف نود مون كمان شويه بس خلينا الاول ايه شوف العك اللي احنا بناكله ده تعالى نرجع هنا لل نقول بسم الله سند الله ينور عليك قال لي ايه سكسس فولس وقال لي لو سمحت لازم تبعت التوكن او تريجنريته من العنوان الفلاني قلت له كويس جدا صحيح كده معانا صحيح كده معانا يبقى هو كده عايز توكن تعالى نبعت التوكن من فوق في الكويري كده يعني اعمل سهم علامه استفهام واكتب توكن واقول له التوكن بيساوي وتعالى ايه على اساس ده مثلا طبعا ممكن يستخدم كلينك في قصص كده بس ما علينا يعني هاخد كوبي اهو كنترول سي واقوم جاي هنا ايه مديله كنترول في بعت له التوكن اهو
ودوست انتر سند قال لي سكسس، بس انا لغايه دلوقتي لسه مش عارف السكسس ماشيه ازاي، يعني ارى ان في توكن. طيب ماشي، ارى ان في توكن ده فاريبل، يعني ارى ان في توكن ما عملناش حاجه، هو ارى طبعا التوكول اهو، قال لي ارينا وكل حاجه تمام مفيش مشكله، بس انا يعني قريت ان في توكن، بس انا مش مهمتي ان انا عايز اعرف ان في توكن، انا عايز اعمل فيريفاي التوكن ده سليم وليه حق يروح ولا وقف. المسؤول عن ده اللي هو الجيسون ويب توكن، لما اقول له يا جيسون ويب توكن دوت فيريفاي عايزك تاكد عليا، قال لي ابعت لي التوكن، قلت له ادي التوكن ده سترينج، قلت له ماشي كوما، قال له بقى تبعت لي التوكن لو سمحت اديني الكي اللي انت كنت بتشفر بيه. ليه؟ لانه هياخد التوكن وهياخد الكي اللي احنا بنشفر بيه ويشوف هو هيطلع زي ما هو ولا لا. فقلت له الكي اللي احنا بنشفر بيه حاطينه في الكونفيجريشن، الكونفيجريشن كان تحتها بابليك كي، ده الكي اللي احنا مشفرين بيه. قال ادوني، قلت له خد او كونفيجريشن دوت، ادي البابليك كي اللي احنا مشغلين بيه، ده البابليك كي اللي احنا ايه شغالين بيه. قال لي بس خلاص، قلت له بعدين يعني هترد تعمل ايه ولا بتعمل ايه؟ قال لي مش ده البارامتر، البارامتر الاول وده البارامتر الثاني، قلت له مظبوط. قال لي اعمل كوما كده، قال لي هتكلم على المفروض يبقى فيه كول باك، كول باك فانكشن، المفروض كده في عندنا كول باك فانكشن تشتغل اهي، هو جاب لي اللي جاب لي اهو، قال لي ادي الكول باك اللي هي فيريفاي كول باك. الفيريفاي كول باك فانكشن فانكشن بتفاير اول لما بيعمل فيريفاي وبترد عليك بايرور او بترد عليك بالدي كود. فاكرين الدي كود اللي قلت لكم عليه؟ اللي قلت لكم الدي كود ده هو اللي هيشيك لك، او هو الكي اللي بيطلع لك اللي بيقول لك في الاخر الدنيا تمام ولا ما هياش ايه ولا ما هياش تمام. على العموم قلت له كلام جميل، الفانكشن دي قال لي اول واحده هي الاي ار ار ودي الفيريفاي ايرور، قلت له ماشي الاي ار ار فيريفاي ايرور كوما، قال لي وده الدي كود، والدي كود ده هو المفروض اللي بيرجع لي الكود بتاع الشخص اللي عمل ايه، عمل لوجن او اسف عمل فيريفاي. وادي بدايه الفانكشن وادي نهايتها، حلو جدا كده اهو. الفانكشن دي ايرور او دي كود، حصل ايرور يبقى الموضوع بايظ، ادي اف ان في ايرور جالي، يبقى في الحاله دي هريتيرن، هرجع ايه؟ هرجع في الريسبونس دوت جيسون، هرجع ايه في الريسبونس دوت جيسون؟ هقول له والله يا عمو سكسس معانا فولس، انك انت مش نافع تخش كده، والمسج اللي ممكن نبعتها لك هنقول لك failed to authenticate، مش قادرين نسمح لك بالدخول، مش قادرين نقول لك ان انت راجل التوكن بتاعك سليم للاسف، failed to authenticate مش قادرين نتحقق من دخولك بشكل سليم. خلاص طيب إلس يا باشا، إلس هنا بقى، يبقى الراجل ده تمام وحصل اوثنتيكيت وكود الدنيا كمان، ومفروض يديك كود اتملك، ممكن يجيب لي الكي بتاعه كمان، يجيب لي الايه الكي بتاعه. خلاص ودي كود ده هلعب بيه بقى شغل، ممكن العب بيه شغل كتير جدا، بس المهم ان الكلام ده كده صح. فانا ممكن بس لمجرد ان انا اقول لك يا كونسول دوت لوج اطبع لي الايه الدي كود ده عشان نشوفه، هوريكم شكله عامل ازاي الجيسون فايل ده. طبعا انا حاولت اشرح لكم التوكن ببساطه، ده كل نقطه فيه عايزه فيلم، هوريكم دلوقتي كل نقطه عايزه فيلم ازاي. لكن كونسول دوت لوج طبعت الدي كود، وممكن بعد ما طبعت الدي كود اطبع له بس مسج ان الدنيا سكسس وكل الدنيا تمام، ممكن ارمي له هنا يا ريسبونس السكسس بس ابعت له ترو، والمسج هقول له اوثنتيكيتد يعني تحققت منك بنجاح وخلصنا، وتعالوا ايه
تيست الحته بتاعت الايه الاوثنتيكيشن. فماشي نرن النود من تاني. اجي هنا اقول له كنترول سي. كنا ممكن ننزل النود موم صح؟ ممكن اقول له ام بي ام. انستول الاول. بعد ما اقول داش داش سيف قال له كنترول سي. هقول له انت عايز تترمينيت الكلام ده؟ قلت له يس. وارجع تاني اكتبه بس هقول له في الاخر داش داش سيف. وبسم الله. ده ينزل اهو. بيعمل لود. ثواني وهنبقى جاهزين. وطبعا زي ما اتفقنا بيساعدنا بس في ان احنا نقدر ان احنا يعني ايه لما يحصل اي تعديلات نقدر نشغل على طول. يعني بيشوف اي تعديلات عندنا في الكود ويشغلها من جديد. ماشي. على العموم هو كده خلاص اهو خلص. فانا هرجع تاني وران سيورنت بنود مون سندو جي اس. بيقول لي ان في عنده مشكله في الانترنال واكسترنال كوماند. ماشي يعني واي 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 ليه عمل كده؟ نود ام وين مظبوط. قلت له رن. ماشي ماشي مش مشكله. المفروض كان يفتح معانا عادي. بس نود مون از نوت ريكوجنايزد از انترنال كوماند. هو مش شايفه اساسا. لسه مشغلين بس مش ماشي مش مشكله. نود تعالوا هنا نجرب بقى المره دي ونقول له سند. قال لي ترو سكسس ترو. وقال لي المسج اوثنتيكيتد سكسس. يعني اليوزر ده تمام وما عندناش فيه مشكله وعمل له اوثنتيكيشن كده. هو انا المفترض اقدر ارن له بقى الدنيا دي. الاوثنتيكيشن بقى اللي في ايده دوت اللي هو التوكن اللي في ايده ده مفترض ان هو فاليد لمده يوم صحيح؟ هو طبعا الكل هو انا اما طبعنا احنا كنا طبعنا الديكود فاكرين؟ فلما طبعنا الديكود اهو قال لي اليوزر كان جاي لي. بص ما عمل ديكود قال لي اليوزر بتاعك اللي كان مفتوح اللي كنت اشتغلت بيه كان عليه اسمه شيماء. حاجه اسمها اي اي تي ده الكود وده الاكسبيريشن بتاعها والكود وخلصنا. اما في هنا بعد كده ايرور بسبب الريسبونس. في الريسبونس قال لي اهو في سطر ايه مش عارف سطر ايه دوت بس هو قال لي ان في ايرور بس في الريسبونس في السولف 299 سطر 299 اهو. قال لي انت ايه ده ايه ده سوري احنا لما كنا كتبنا الكود نسينا ان احنا نمسح احنا خلاص غيرنا. فقلنا لو كان فيريفايد لو ايرور هتطلع ايرور لو صح هتطلع صح. مش ما ينفعش بقى اعمل هنا ايه اقول له اطبع. يقول لي اطبع ايه اطبع ايه ما خلاص انا انت عامل نظام خلاص ولا لا. فشلت بس السطر ده وارجع تاني ابعت او بعت مفيش مشكله. في نفس الوقت تعالى نغير في التوكن قال لي سكسس فولس وقال لي فيلد تو اوثنتيكيت. انا مش قادر اوثنتيكيتك لان انا شلت حرف ايه هنا. يعني غيرت سيكه في الايه في التوكن بسيطه. قلت له سند بقى المره دي. قال لي ايوه كده كده ترو انت اوثنتيكيتد وانت راجل معانا زي الفل. وبكده اهو بقى طبعا في خزعبليشن هنا صعب جدا انه يتفك تشفيره. في نفس الوقت بقدر اتحقق ان الراجل ده صح. لو الراجل ده صح فكده الكود بتاعي تمام. انا اقدر دلوقتي طالما ان هو سليم وسكسس وكله تمام ارجع له بيانات بقى. يعني اعمل ايه؟ يعني اقدر اقوم كل الكود اللي بتاع المونجو اللي انا كنت عامله زمان عشان يوبن ويراجع البيانات ومش عارف ايه والكلام ده كله. بس مش عايزينه بقى باليوزرز ومش باليوزرز. يعني ما عندناش الكلام ده. احنا بس كل الفكره هنعمل كونكت عادي ومش هبعت له يوزر نيم وباسورد ولا اخليه يشيك على الداتابيس بتاعت اليوزرز ولا حاجه. انا على طول هخش مباشر اقول له يا عم فايند ليا الستودنتس ورجعهم لي.
تعال نجرب. اهو ممكن نعملهم فانكشن وننادي عليهم يعني. ممكن نعملهم فانكشن وننادي عليهم. بدل ما يبقى كلهم متداخلين في بعض، يعني ممكن نقول هنا ايه؟ فانكشن كده ونسميها جيت اول ستودنتس، بس طبعا بتستخدم يعني هتستخدم عندنا ريسبونس والريكوست يعني مالتي ليست كده. طبعا عشان في كوز زياده يعني مقفول غلط اتوقع كده، بس هنشوف اللي غلطه فين في الكوز. لكن الفانكشن دي عشان تعرف تشتغل لاحظوا ان هي عايزه الريسبونس عشان بنستخدمه، وممكن يكون عايزه الريكوست لما نجيب منه داتا، فانا لازم ابعت لها هنا الريسبونس الريكوست والريسبونس عشان تقوم على طول. بس في غلطه فيها لان احنا مسحنا منها جزء، فاكيد دي قفلت التو اري. دي قفلت ايه بقى؟ دي قفلت التراي. طب ماشي، طب ما دي قفلت التراي، امال فين الكاتش؟ يبقى في حاجه في الكود غلط. ماشي، فانا هقول له ماشي مش مشكله، يعني انا هنقفلها دلوقتي نرتبها. دي قفلت الايه؟ دي الفايند، دي نهايه الاند اوف فايند. بعد كده الاقواس دي ملهاش لازمه، والاقواس دي ملهاش لازمه لان احنا كنا شلنا جزء من الكود. خلاص دي قفلت، دي قفلت التراي اهي، يبقى دي الكاتش بتاعتها وخلصنا. ودي بتاعت الايه؟ الكونكت. خلاص انا عملت فانكشن على جنب اهي بتجيب لي الداتا بتاعت الستودنتس، عايز انادي عليها اللي هي جيت اول ستودنتس دي. بدل ما كنت باع الديكود وبطبع الديكود والكلام ده وبرجع له في الجيسون سكسس، اقول له لا، ده كل اللي انا عايزه انادي على جيت اول ستودنتس، بس عايز الريكوست والريسبونس. هو الريكوست وهو نفس الريسبونس عشان يبقى على نفس الخط. يعني ايه؟ مش الفانكشن دي كانت جايه ليها ريكوست وريسبونس، فانا عايز اقوم الجيت اول ستودنتس على نفس الريكوست وعلى نفس الريسبونس، فناديت على جيت اول ستودنتس بنفس الريكوست ونفس الريسبونس عشان جيت اول ستودنتس لو استخدمت الريكوست اللي جاي او استخدمت الريسبونس اللي جاي تبقى بشغال على نفس الايه؟ على نفس الريكوست اللي جه ونفس الريسبونس اللي ايه؟ اللي جه. وتعالى نشوف كده لما طبعا المفروض ما يقولش سكسس ترو بقى، والمسج المفروض يجيب لي الداتا لو انا بلست اول ستودنتس وعملت سند. شغال لسه على الرقم القديم، بعد كده معانا شغلنا اللي هو النود مون، بس علق اشوف الوقت النود مون ان شاء الله، بس نشيك على الشغل بتاعنا. قال لي الله ينور عليك وبعت لي الداتا. كده الداتا المره دي جات لي، بس جات لي ايه؟ جات لي بالتوكن، يعني اللي حصل بالتشفير بتاع القفل بتاع التوكن هو اللي رد عليا وخلاني يقول لي تمام والدنيا ما فيهاش حاجه بالتوكن اي دي اللي انا عملت له جنريت مش باي حاجه ثانيه. لو التوكن فيه اي مشكله وعملت سند زي ما انا غيرت فيه كده، قال لي سكسس فولس وقال لي فيلد تو اوثنتيكيت وما رضاش يعديني. اما لو التوكن مظبوط وعملت سند جاب لي الداتا. طب لو انا غيرت في التاريخ وغيرت في التاريخ، يعني ايه؟ كليك يمين كده واقول له ادجاست الديت تايم، قمت مخلي النهارده بكره. يعني ايه النهارده بكره؟ يعني هجري يوم. ما تنساش ان احنا كنا عاملين اوثنتيكيشن على واحد يوم، صح؟ فين 24 اخليها النهارده 25 وتشينج الديت كده. المفروض الاوثنتيكيشن ده بقى اكسباير. يعني ادوس على سند دلوقتي وقال لي طبعا كده الاوثنتيكيشن هنا وقف، لان طبعا بقى له كذا وقت طويل، المفروض هو اعتبر ان احنا بقى لنا كتير. قمت رن له جديد وقلت له تعالى نجيب من تاني. بسم الله. قال لي سكسس فولس وفيلد تو اوثنتيكيت رغم ان انا مستخدم التوكن الصح، بس عدى عليه ليه؟ عدى عليه الحقوق، عدى عليه اليوم، عدى عليه يوم، فالتوكن المفروض يكون اتغير، فالتوكن المفروض يكون اتغير. عشان كده ايه؟ رافض انه يخش. طب اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. انت هتعمل ايه بقى؟ تروح تقول له انا محتاج اجنريت
فاكرين ولا ايه؟ محتاج اجنريت توكن، يعني انا محتاج ان انا اجنريت توكن عشان ده ما بقاش ينفع. مش عارف كنت مسيبه فين والله، كان موجود هنا. يعني لازم ابعت اليوزر نيم والباسورد، مش هنا خالص، وجنريت لي توكن جديد استخدمه في ان انا ايه، خلاص انا هنادي هنا على اي حاجه وخلاص. اللي هو كان هجيب لكم اسمه اللي بيجنريت التوكن فين، هو على اوس صح، اي بي اي 2 على اوس، هو ده اللي يقدر يجنريت ليا توكن. يعني اروح على هنا واقول له انا عاوز اروح على اي بي اي 2 على اوس، طبعا هسند، هيقول لي امشي يا عمي، لان طبعا انا مش بعت اليوزر نيم والباسورد، قال لي يوزر نيم والباسورد غلط، قلت له ماشي هبعت لك اليوزر شيماء والباسورد شيماء 123، وقلت له سند، قال لي تمام التوكن الجديد بتاعك اهو. قلت له كلام جميل، اخد التوكن الجديد ده واروح بقى بدل التوكن القديم استخدمه، قمت عامل سند، قال لي السيرفر معلق، قلت له السيرفر معلق، نشغل السيرفر تاني، شاف النود مون ما يمشي ليه، ماشي سند، جاب لي الايه؟ جاب لي الداتا خلاص بتاعتنا، لان التوكن الجديد اللي مبعوت توكن سليم. ما هو طبعا انا مش بعت يوزر نيم وباسورد، ده يوزر نيم وباسورد مش مبعوتين اهو، لكن بالتوكن عرف ان التوكن سليم فبعت الداتا السليمه. بكده نكون اخذنا الفكره دي بتاعت الجيسون والتوكن. يعني هنا في الفيريفاي كل اللي عملناه، فانا متاكد ان في توكن، بعت له قلت له فيريفاي التوكن ده، ده متشفر ماشي، وادي الكي المفروض ان الجيسون والتوكن هتفك التشفير بسبب مين؟ الكي اللي معاها والمتشفر اهو، فهتفكه، فهترد عليا بايرور لو التشفير ده مش لو الدنيا مش مظبوطه، فيريترن ليا ايرور، فهرد عليه اقول له فيلد تو اوثنتيكيت، او هترد عليا بالديكود بالمفكوك بالشغل السليم، يعني بال الفاليوز اللي هي الايديهات، ودي معناها ان مفيش ايرور والراجل دوت التوكن بتاعه سليم، فعشان كده قلت في الالس، فمفيش ايرور يبقى الدنيا سليمه، يبقى ناديلي بقى وجيب لي بياناته ومش عارف ايه.